داء العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. والله بصير بما تعملون، والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.